ثالث بناتي قس بن ساعدة. طبعا لما نبدأ نقول روية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، إنه جاء وفد للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم الوفد هذا من قبيلة اسمها قبيلة إياد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف عن قس بن ساعدة الإيادي، فسألهم قال لهم أقس بينكم؟ قالوا له لا خلاص مات قس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شاهدته يوما بعكاظ على جبل، على جمل أحمر، يتكلم بكلام معجب مؤنق لا أجدني أحفظه. فذكر أحد الأفراد اللي كانوا موجودين قال: يا معشر الناس اجتمعوا، فكل من مات فات، وكل شيء لآت، ليل داج وسماء ذات أبراج، وبحر عجاج، نجوم تزهر، وجبال مرسية، وأنهار مجرية، إن في السماء لخبرا، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا فناموا، أقسم قسما بالله لا ريب فيه، إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا. قس بن ساعدة بناتي في الروايات ذكر إنه هو من كتر ما استنكر عبادة الأوثان ترك الحياة مع الناس في البادية وخرج سر عايش في الصحراء. وفي من الروايات تقول إنه هو حتى استألف الوحوش، يعني كان أصدقاؤه الأسد والديب وهذه الأمور من كتر. تخيلوا بناتي، قس بن ساعدة فطرة دلته إنه ما ممكن يكون الدين اللي أنتوا بتدينوا به وتعبدوا هذه الأوثان هي دين صحيح. من الأمثلة كذلك المثال رقم 4، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن أمية بن أبي الصلت، يقول فكان قد كاد أن يسلم في شعره. أمية بن أبي الصلت كان من الشعراء المشهورين في الجاهلية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يصل إلى مسامعه شعر أمية كاد أن يسلم، معناته فطرته كانت فطرة سليمة. وفي عندنا لبيد بن العامري، وفي عندنا الكلابي، وفي عندنا الجعفري، كانوا من فحلاء، يعني فحول شعراء الجاهلية، فحول شعراء الجاهلية. طيب، وكانوا من أبيات أشعارهم زي مثلا بيت يمكن كلكم سمعتوا عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني أي شيء غير الله عز وجل باطل، أو أي شيء ما يدخل معه الله عز وجل فهو باطل. لبيد أسلم وكان من يعني سنه صغير في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، عاش إلين زمن خلافة عثمان بن عفان. فكانوا هذول الناس مثال إنه مو عشان صار في ترند، مو عشان الموضة الآن الكلام في الدين مو حلو، مو عشان الموضة الآن عيب أنت في سنك ما يكون عندك بوي فريند، مو عشان الموضة الآن ليش أتحجب، مو عشان الموضة، لا، الموضة كانت سائرة، الكعبة حوالينها 360 صنم في رواية من الروايات، ورغم ذلك اختاروا إنهم هم يتبعوا الصوت الحسي اللي جوتهم إنه ده شيء لا يصح، وكل ما خلا الله باطل. هذه نماذج بناتي من الناس اللي كانوا موجودين. عشان ما كنت بدي أبدأ لكم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وتقولوا لي طبعا واحد منهم حيصير رسول والثاني حيكون خليفته وصديقه وسيهاجر معه. من الأحداث هذه بناتي في هذه، هل في غير دولة ما سجدوا لهذه الأصنام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد قط لصنم، ولا حتى أبو بكر الصديق. دائما إحنا نبحث في اللي ما ذكر صراحة، نقوم نقول طب هل عمر سجد؟ طب هل عثمان سجد؟ طب هل عبد المطلب سجد؟ نيجي في هذه الجزئيات زي مثلا جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، هل إنسان بعظمة هذا عبد المطلب اللي لما حنيجي نتكلم على عام الفيل والنجاشي بيدخل على الكعبة بده يهدها، فوصل إلى حدود مكة وخيم على الحدود، جايب جيش فيلة بناتي، الشيء ما كان معروف في جزيرة العرب. كان النجاشي على فكرة الفيل حقه كان اسمه محمود في الروايات اللي وصلت لنا. فكان لعبد المطلب تجارة رايحة باتجاه اليمن، كان أظن فيها 200 ناقة،
طيب لما حكيكم الحكاية حتبان التفاصيل دي مظبوطة. فالنجاشي confiscated it، يعني استولى عليها. بلغ ذلك في لمسامع عبد المطلب، فسمع انه النجاشي جاي بده يهدم الكعبه، لكنه خيم على حدود مكه، اظن في منطقه اسمها الجعرانه، ماني متاكده بس حيبان معنا لاحقا. فراح عبد المطلب يبغى يقابل النجاشي عشان يرد له النياق حقته اللي اخذها. طبعا بناتي 200 ناقه في ذاك الزمان، يعني انت بتتكلمي، قولي الناقه الان انت بتتكلمي ثروه ثروه، يعني ما بدي اوصف لكم الان. ليتس سيك الناقه الان الواحده بحوالي 3000 ريال اظن، اضربوا 3000 في 200 تطلع كم؟ 600 ألف. 600 ألف الان يعني زي ثروه 6 مليون ولا حاجه في ذاك الزمن. فراح عبد المطلب يبغى يكلم النجاشي على النياق حقته، فوصل عند الحاجب اللي واقف عند معسكر النجاشي، فقال له أنا عبد المطلب. طبعا عبد المطلب في ديك الزمانات كان بناتي هو الزعيم المحترم اللي يسمع كلمته في مكة المكرمة. فلما سمع النجاشي كده قال خليه يدخل. فلما دخل على النجاشي، عبد المطلب راح جلس على الأرض، ما جلس على كرسي وشيء. النجاشي من بناتي لما تقرأوا وصف عبد المطلب في السيرة في كتب التاريخ يقول لك يعني كان عنده كوماندين كاريزما، يعني لما يدخل ما يتمالك الشخص اللي في وجوده إلا إنه يحترمه، من كتر ما كان وشه جميل وشكله كده ولد ناس محترم وطيب الخلقة وطيب الخلق وكوماندين كاريزما. فقام النجاشي نزل من كرسي وجلس جنبه، قال له هات ما عندك. فقام عبد المطلب قال له وانت ماشي انت ترى اخذت لي النياق حقتي. فالنجاشي انفجع، انت زعيمهم، انت جاي تدور على شيء حقك انت، ما انت خايف على الكعبة، ما انت خايف على اهل مكة؟ فقام عبد المطلب قال له للبيت رب يحميه، مو أنا رب الكعبة، الكعبة لها رب يحميها، أنا رب النياق دي رجع لي هي. فدائما كانوا رواة التاريخ يقولوا هل معقول إنسان بهذا الفهم العميق إن للبيت ربا يحميه ممكن يكون سجد لوثن؟ الله أعلم. في النهاية مات ما هو مسلم، فيكون سجد ولا ما سجد. فبس هما كانوا بيتكلموا هل السجود كان فقط للبسطاء ولا كانوا الكبار؟ كلهم كانوا بيسجدوا فيما عدا الأسماء اللي أنا ذكرت لكم هي.